أهلاً 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 بيكم. شوف طبعاً حضراتكم عارفين أنه السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري كان في موسكو والتقى طبعاً نظيره الروسي لافروف. ولما هتيجي تشوف الرصد بتاع هذه الزيارة وتحديداً تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هتفهم كويس جداً متانة وقوة وحجم العلاقة ما بين القاهرة وموسكو. لما تيجي تشوف هذا الشكل في العلاقة ما بين القاهرة وموسكو، وهتجد انه في كل الأحوال انت كان عندك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طيب فتشوف متانة العلاقة أيضا ما بين القاهرة وواشنطن. بص كويس على ضلعين المثلث دول التقوا فين. الضلعين دول، ده جاي من موسكو، ده جاي من واشنطن، يلتقوا في القاهرة. مش بس لأنه القاهرة هي مركز المنطقة، ومش بس لأن هي عاصمة القرار العربي إلى آخره، لكن كمان ده هيتبدأ تفهم منه القاهرة بتشتغل سياسة إزاي. يعني لازم تبقى أنت شايف كويس القاهرة بتشتغل سياسة إزاي. ده بيرجعنا تاني اللي كنت بقوله امبارح وأول امبارح، واللي دايما بقوله طول الوقت. العالم ما بقاش فيه حالة التحالفات الشرقية أو الغربية أو حتى التحالفات الأحادية، مسألة إنه العالم مش عارف ثنائي القطبية خلصت، العالم أحادي القطبية برضو خلصت، العالم متجه إلى تعددية قطبية. عاوز تكمل الخطوط أو الجسور، خد من القاهرة إلى بكين، خد من القاهرة إلى نيو دلهي. هنا هتبدأ تفهم القاهرة بتشتغل ازاي. ده واحد. طيب ده شغل القاهرة، وهتفهم كويس هي العواصم بتاعت العالم، العواصم الكبيرة، العواصم المهمة، العواصم المؤثرة أو صانعة القرار في العالم، تنظر للقاهرة بأي شكل وعلى أي مستوى. الكل يعلم وعلى قمة التأكد من أنه القاهرة هي مفتاح الحلول في المنطقة وملهاش بديل. بالمناسبة تاني، هي مفتاح الحلول وملهاش بديل. في عواصم أخرى موجودة في المنطقة ولها أدوار مهمة، طبعا مفيش خلاف ولا يجب إنكاره ولا داعي لإنكاره ولا داعي إلى أنه ده يثير حفيظة البعض، لأن المسألة برضو ما ينفعش يبقى فيها إيه شوفينية كده طول الوقت أنه لا إحنا بس خالص. لكن النظرة الأعمق هي أن القاهرة بطبيعة الحال هي الأهم، هي الأكبر، هي الأوقع، هي الأكثر تأثيرا، هي الأعمق. أنت بتتكلم تاني، يعني حتى امبارح وقت الزيارة بتاعت بلينكن وتصريحات بلينكن، احنا يمكن اتكلمنا شوية على تصريحاته حول الملف الحقوقي، ودي تصريحات كانت مهمة جدا وهو ملف مهم بطبيعة الحال. التصريحات بتاعت بلينكن على المواطنة، انت بتتكلم هنا على بلد لديها التاريخ الحقيقي والأكبر والأكثر امتدادا لفكرة المواطنة. الكل يعيش على هذه الأرض بصرف النظر ديانته، ملته، مذهبه، شريعته، كيفية عبادته، أمر لا يعني أحد على الإطلاق. كل ما يعنينا مصري صالح ولا لأ، بس كده. طب هو الكلام ده جديد؟ يعني الكلام ده مثلا وليد السنة دي؟ لأ. طيب لأ، ومش هقولك إن هو وليد 2014 طبعا، هو وليد منذ أن وجد هذا الشعب، هذه الأمة على هذه الأرض. طول الوقت مصر عندها حالة التصالح المستمر. يعني أنا هضرب لك مثل بسيط. لما جه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأمر بفتح مصر وقاد العملية عمرو بن العاص، عمرو بن العاص قعد مع مين؟ قعد مع البطرك القبطي الأرثوذكسي علشان يشرح له إحنا مش جايين للحرب، احنا عمليا جايين نخلصكم من سيطرة المحتل الايطالي بس. طيب هتتعرضوا لنا بشيء؟ اطلاقا. كنائسنا زي ما هي؟ ايوه. الاديرة زي ما هي؟
ايوه هتجبر حد على اعتناق ديانتك؟ لا خلاص. وبالمناسبة عشان برضو تبقى فاهم انه حتى مع دخول الاسلام لمصر انذاك فضلت الاغلبية السكانية مسيحية. هل في اي ازمة ما بين الاتنين؟ اطلاقا. كان في يهود في نفس ذات المرحلة حصلت ازمة؟ لا. دي طبيعة مصر، احنا هنا بنتكلم على آلاف السنين، أنا بقى هنا مش بكلمك بس على مصر في وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا وقبل كده، من قبل أصلاً نزول البعثة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هي مصر طول الوقت كده، دولة شاملة جامعة للجميع. لهذا السبب هي في عندها طول الوقت هذه الخلطة الساحرة. لهذا السبب هي طول الوقت عصية، يعني هي تقدر تاخد اللي هي عايزاه وبعد كده شكرا مع السلامة. كل ما مصر أو الشعب أو الأمة، العنصر لو عاوز تسميه كده، العقل، الوجدان المصري، كل ما يراه فيه فائدة لي بياخده، ما يجد فيه أي تهديد لمكوناته يلفظه فورا. طيب هرجع مرة تانية على زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو، ولكن مع دكتور عمرو الديب أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. أهلا بك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور احنا كنا بنتكلم لسه حالا، وطبعا هو ده اصل الحديث، مسألة زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري الى موسكو واللقاءات الموسعة هناك في الاراضي الروسية، وايضا انعكاسات هذه الزيارة في الداخل الروسي ودوائر صناعة القرار الروسي. طبعا انا بس الاول عايز اذكر حضرتك بحاجة مهمة جدا، كنت في مداخلة مع حضرتك برضه في فترة مؤتمر المناخ. مظبوط. عندما تحدث الرئيس المصري عن جاهزية مصر بأن تكون وسيط نزيه، وتحدثنا كثيرا عن مسألة الوسيط النزيه. صحيح. بين الغرب وروسيا. وقلت لحضرتك إن قريبا جدا ستكون أمور في هذا الاتجاه. رائع. حصل. يعني موجود يعني كلام حصل موجود حصل محضر. حصل زيارة وزير الخارجية الروسي أو حتى يعني من أولها حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن هذا الموضوع في قمة المناخ لم يكن صادر من أو لم يكن صادر من اللحظة التي حدث فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن هو صادر عن خلفية واضحة، خلفية كبيرة بقوة العلاقات أو السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، عن تحرك وتنوع السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، أيضا تأكيد على الحجم الحقيقي للعاصمة المصرية للقاهرة في الشرق الأوسط كمنطقة وفي العالم ككل، في ظروف هي الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا أمر واضح للجميع ولا مرتبط بأي نوع من أنواع الهوى، هو فقط مرتبط بحقائق وأمور نراها بأم عيننا. رأينا زيارة تاريخية للهند، رأينا زيارة تاريخية لأذربيجان، رأينا زيارة تاريخية لأرمينيا، والآن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو، والتي طبقا لتعدد الأشخاص في هذه الزيارة الذين تقابل معهم سامح شكري تنم على أهمية هذه الزيارة. أولا هي زيارة سياسية بلقاء الوزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية الروسي، هي زيارة صناعية تجارية من في المقام الأول بلقاء مع دينيس مانتوروف نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ووزير الصناعة الروسي والتجارة، لقاء مع نيكولاي باتروشيف أمين عام مجلس الأمن الروسي، وهذا شق أمني وشق استراتيجي لا يعلى عليه، هذا الشخص هو الشخص يعتبر رقم اثنين في الدولة الروسية، من أهم الأشخاص في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية الروسية، وهو بالفعل العقل المدبر لكل ما يدور الآن داخل روسيا وخارج روسيا وأي أمور مرتبطة بروسيا.
الحديث هنا مقصد من طلائع بطريقة هو لقائه، وهو بالمناسبة اللقاء الثاني بينه وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري. زيارة مهمة جدا بها العديد من الرسائل، تأكيد لبعض الأمور، توضيح لأمور أيضا كانت موجودة ولكن كانت تحتاج التوضيح، وأيضا تفتح أفاق غير عادية لزيادة مستويات التعاون المصري الروسي. التعاون المصري الروسي هنا طبعا في الأساس مقصد السياسي والاقتصادي ومن بعد ذلك الأمني العسكري. المهم في هذه الفترة هو السياسي الاقتصادي، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. روسيا عندما فكرت في الاجتماع مع دول أفريقيا وإقامة القمة الأفريقية الروسية، فكرت عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة عام 2019، وتم تنظيم أول قمة أفريقية روسية في سوتشي عام 2019، وكان حاضرا بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي. وهذه الفترة محضر أيضا للقمة الأفريقية الثانية، ويبدو أن كان من ضمن محاور الحديث مع الوزير الخارجية المصري والوزير الخارجية الروسي في هذا الفضل أيضا. طيب دكتور عمرو، كان في حاجتين لافتين لنظري، منهم واحدة سؤال. أول حاجة كانت تصريحات سيرجي لافروف، كان منها تصريح أنا أعتقد لفت للنظر جدا، وهو أطلعنا وزير الخارجية المصري على ملف تفصيلي بكافة ما يحدث في أوكرانيا، فأنا محتاج أفهم التصريح ده يذهب بنا إلى فين؟ هل هذا فينا إلى المزيد فعلا من فاعلية الدور المصري في حل الأزمة أو الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا؟ دي نقطة. النقطة الثانية ألا وهي السؤال، أنه هذه الزيارة تختلف عن لقاءات 2+2 أو اتفاق 2+2؟ لا، اتفاقات 2+2 ده صيغة دبلوماسية تمتلكها روسيا مع الدول الفاعلة في العالم، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع جمهورية مصر العربية. هذه الصيغة يعني لسنا بصددها في خلال هذه الزيارة، لكن الزيارة هذه هي مرتبطة أكثر بالوضع الراهن الدولي وليس بشكل كبير طبقا للصيغة الدبلوماسية 2+2. وأمر واضح بقى لأن وزير الدفاع المصري لم يتفق مع بالزبط وزير الخارجية المصري، هذا أمر. الأمر الآخر والمهم والذي لفت نظر حضرتك ولفت نظر الكثير هو حديث وزير الخارجية الروسي عن أنه قام بعرض كل ما يدور داخل الملف الأوكراني على وزير الخارجية المصري. أمر لا يحتاج توضيح، مصر جمهورية مصر العربية تحتل يعني لا أقول المكان الأهم، ولكن تحتل مكانة مهمة جدا في جدول الأعمال الخارجية والسياسة الخارجية الروسية، وهذا وهذه حقيقة وأمر واقع تاريخي وحاضر ومستقبلي. يعني أمور ليست مرتبطة بآراء ولكن مرتبطة بحقائق. مسألة عرض أو الحديث من جانب وزير الخارجية الروسي عن هذا الأمر هو تأكيد الحقيقة أن مسألة إمكانية أن تكون مصر زي ما تحدثنا عن أن تكون وسيطة نزيها هي أمر واضح يمكن أن يحدث ذلك، ولكن لا ننسى أستاذ يوسف لا ننسى أن الأمر صعب جدا. يعني مسألة حل الأمور أو مسألة التوصل لحل الأمور أو أمر يعتبر مش صعب ويعتبر مستحيل، ولكن دولة مثل مصر تريد أن تحاول، تريد أن يكون لها يعني نظرة ودور في هذه القضية التي تؤرق العالم ككل. وكما قلت أن مسألة الطرف النزيه أو الوسط النزيه هي غائبة تماما في العالم، وفقط بعض الدول ومعظمها في منطقتنا وأهمها هي جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون هذا الوسيط النزيه في محاولة للوصول لأي تفاهمات، ولكن الأمر صعب يعني بلا شك الأمر صعب ومستحيل. ولكن دولة مثل مصر يعني ليس جديد عليها أن تحاول في
في مثل هذه الأمور أن تقدم نظرتها وتقدم وجهة نظرها، خصوصا أنها تمتلك علاقات قوية جدا مع الجانب الأمريكي أو الغربي، وتمتلك علاقات قوية جدا مع الجانب الروسي، ودولة من الدول المهمة تاريخيا في كما نقول حركة عدم الانحياز. ولعل زيارة رئيس المطعم بفتح سيسي لأذربيجان تم التطرق لهذه المسألة، لأن أذربيجان أيضا تعول على مصر أن تكون دولة، وهي كدولة تاريخية في صحيح في مجموعة عدم الانحياز والدول التي لا تنتمي لأي طرف، أن تكون دائما قبلة لأي أطراف لأي نزاع دولي، أن تكون مصر هي هذا الطرف النزيه أو هذا الوسيط النزيه الذي يمكن أن يصد الأمور أو أن يقدم وجهات نظره أو أن يحاول أن يوصل رسائل تؤدي بنا في النهاية إلى بدء مفاوضات أو بدء نقاشات. وهذا الأمر يعني ليس بعيد وليس صعب، ولكن صعوبة المشاكل أو صعوبة القضايا هي التي تقول أن الأمور صعبة في الحل، ولكن صعوبة هذه القضايا لا تنفي ولا تجعل دولة مثل مصر أن تقف عاجزة أو أن تقول أن الأمر صعب ولا أستطيع أن أقدم أي حل، ولكن هي تحاول وزارة الخارجية المصرية تحاول بما تمتلكه من علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية. وهذا دور ليس جديد على مصر، وخصوصا في الفترة الأخيرة ولتنوع سياسة الخارجية المصرية يزيد من إمكانيات وقدرات جمهورية مصر العربية في لعب أي دور حاضر أو مستقبلي. بإذن الله. أنا بشكرك جدا دكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشافسكي ومدير مركز خبراء ريالست الروسي. ألف ألف شكر على هذا التحليل وعلى هذا الطرح. قناة السويس الجديدة دي نلاقي بالوقت إنها أدت إلى تعاظم إيرادات القناة، نلاقي بالوقت إنها زودت عدد السفن اللي بتمر في القناة، نلاقي بالوقت إنها قللت زمن العبور في القناة، وبالتالي أصبحت الجدوى الاقتصادية بتاعت مرور أي ناقلة في القناة جدوى اقتصادية عالية جدا، لأنها بتوفر عليه وقت، ولما توفر الوقت توفر عليه إيه؟ الوقود، توفر عليه إيه؟ العمالة، أسعار العمالة اللي موجودة في البحر، الناس دي بتاخد بعدد أيام وجودهم على ظهر السفينة في البحر. فالناقلات بدأت تزيد الأعداد. طيب ده مش بس كده، لقينا إنه إحنا بقينا شغالين بشكل مستمر ودوري ومنتظم في عمليات التعميق والتكريك والتوسع، كل حاجة مش سايبينها كده على الله، يعني مش حفرنا وروحنا إطلاقا. ماشي. فبقت كمان الحمولات أزيد، السفن بقت الأحجام الأكبر، الغواطس بقت أعلى أو أعمق بمعنى أدق. تيجي الهيئة تبدأ توري لك تقرير لطيف جدا، يجي يقول لك بص تعال نشوف إيرادات قناة السويس بتاعتنا واللي تفضل طول عمرها بتاعتنا من 2008 لحد 2014 كانت إيه، وتعال نشوف إيرادات قناة السويس من 14 لحد دلوقتي بقت إيه. طيب تعال يا سلام عليك يا زيما، انت مدلع مذيعه ويحب مذيعه، المخرج اللي يحب مذيعه ويدلع. طب ده انا عندي نسبه زياده 8% قبل ما نعمل قناه السويس الجديده، وبقول لك بنعمل لان احنا استثمرنا فيها فلوس، مش احنا عملنا الشهادات دي، يبقى احنا بنعمل، وفي اخواتنا واهالينا واصدقائنا شاركوا في حفر هذه القناه وبنائها وتكريكها وتجهيزها والعمل فيها حتى هذه اللحظه، يبقى احنا شاركنا في القناة دي بتاعتنا بأيدينا من ساعة ما اتعملت لحد دلوقتي، من يوم ما اخترعوها كده في القرن 19 لحد النهاردة. قبل قناة السويس الجديدة اللي هو 2008-2014 كانت عدد السفن، انا بقى بص على الأرقام يا سلام جميلة، 125 ألف سفينة. طيب قبل قناة السويس الجديدة أو بالأدق تعالى بقى بص، من 16-22 بقينا ايه بقى، 135 ألف سفينة، يعني في فرق 10,000 سفينة، ده كده على أعداد السفن. طيب أنا أعتقد عندنا أرقام تانية مش كده ولا إيه؟ طيب تعالى بقى نشوف بقية الأرقام.
ما يزيد على 8.2 من 10 مليار طن مقابل 6.2 من 10 مليار طن خلال 2008-2014. الفرق قد ايه؟ 2 مليار طن. نسبة الزيادة قد ايه؟ 32%. يبقى 32% في أوزان الحمولات، 8% زيادة في أعداد السفن. كل ده رغم تحديات، تحدي الكورونا اللي كان العالم كله بيتكلم عنه، الركود اللي حصل، وقف حركة التجارة الدولية في العالم بنسب ضخمة جدا. طيب نخرج من الكورونا، نجد الحرب الروسية الأوكرانية تحدي أكبر وأكثر شراسة، إلا أنه تستمر قناة السويس في النمو والتنامي وتحقيق الطفرات في حصيلة الإيراد، في أعداد السفن، في أوزان الحمولات، في غواطس السفن إلى آخره. تحقق أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة. إجمالي إيراداتنا من بعد ما حفرنا القناة يعني من 16 41.7 من 10 مليار. طب قبل 35.4 من 10 مليار، اللي هي من 8 ل 14. كده نسبة الزيادة قد إيه بقى مولانا؟ 17.8 من 10. أنا ما أحبش الكسور، قول 18%. فاصل ونكمل الكلام. جيد جدا ما يحدث الآن، إنه في انتعاشة حقيقية بتشوفها السياحة المصرية بعودة السياحة الصينية. طبعا حصل توقف لمدة 3 سنين تسببت فيه الكورونا، إليه لا يرجعها أيام. أه والله. معانا على تليفون دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون قطاع السياحة. أهلا بيك يا دكتور غادة. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ بخير والله الحمد لله. والله حاسس ان حضرتك كنت بتتحكي عشان كنت بتكلم على مطاعم الاكل الصيني. مش كده؟ انا عارف والله شغلتي تبقى ودني منتبهه كده. حضرتك ذكرت حاجه مهمه قوي وهو الحقيقه يعني بقدم له التحيه لانه اشتغل معانا في ملف مهم جدا في الوزاره، هو سياحه الطعام. الله. واللي احنا فعلا يمكن الفتره اللي فاتت كنا مفتقدين هذا النوع وهذا النمط من الترويج للأطعمة والمأكولات المصرية بتاعتنا. صح. انت لما تيجي تسافر بره وبتيجي تقول انا هروح سين من البلاد علشان القهوة بتاعتهم الكرواسون عندهم شكل كذا. أيوة. احنا عندنا العديد من الاطباق اللي فعلا جاذبة للجنسيات المختلفة، وناس كتيرة واصدقائي سائحين بتقابل معاهم يجي يقول انا عايز اكل الطعميه المصري مش الفلافل. ايوه الطعميه المصري، عايز طبق عايز الكشري الفطير. هذه الوجبات وان شاء الله قريبا هيبقى في عندنا اطلاق لمنصه بنروج فيها للاطعمه المصريه باشكال مختلفه سواء التراديشنال او حتى المطوره، وبالتالي ده الحقيقه نمط يعني اشتغلنا على الملف ده الفتره اللي فاتت من ضمن الاهداف اللي احنا بنسعى ليها لتطوير المنتج السياحي لاستقدام واستقبال العديد من الانماط السياحيه. طب والله ده كلام رائع جدا يا دكتور غاده. مساله سياحه الطعام دي انه يبقى في عندنا مهرجانات ومسابقات طعام محليه واقليميه ودوليه وعابره للقارات، فالحقيقه دي فكره عظيمه ان احنا، وانا عارف ان احنا كان عندنا فتره من الفترات كان عندنا مهرجانات ومؤتمرات ومسابقات الطعام والطبخ وما إلى ذلك، فالتوسع في ده حلو جدا. وعايز أقول لحضرتك على تجربة يمكن اتعملت في السوق الهندي، يمكن فخامة الرئيس كان الأسبوع اللي فات ضيف شرف على هذه الدولة العظيمة. صحيح. ويمكن من فترة عملنا مع سفارتنا هناك، قدمنا وأرسلنا أحد الطهاه المصريين الشهيرين جدا في تقديم هذه الأطباق، والحقيقه الحدث ده لقى يعني صدى ورد فعل ايجابي كبير جدا جدا، اللي مشجعنا ان احنا ان شاء الله هنستمر في مثل هذه الفعاليات
المشاركة مع الدول المختلفة بتقديم هذا النمط من سياحة الطعام. أقول له تعالى دوق الأطباق دي عندنا في مصر، ممكن نعمل كومبيتيشن في مسابقات ما بيننا وما بين الدول الأخرى، الشيفات يتباروا في إن هم يقدموا أطباق بعض. ده زي ما حضرتك قلت كده بالظبط الكالتشر اكستشينج، فتبادل الثقافات والحضارات بين الدول وبين المواطنين وبعض، هو ده اللي السائح بيدور عليه. والله يا ريت، اصل حتى يعني مثلا على ذكر ده، ما هو الكشري اصلا اكله هندي، احنا بقى حطينا فيها التاتش بتاعنا. ايوه فاتشهر بينا، يعني او الاصح احنا اتشهرنا بالكشري مع انه اصلا جالنا من الهند، بس احنا برضه احنا شعب رهيب والله العظيم. انا اشجعكم على موضوع سياحه الطعام. هنا بقى هرجع يا دكتور غاده على اعاده السياحه او عوده السياحه الصينيه الى الاراضي المصريه بعد الثلاث سنين كورونا. هل هي عوده نقدر نقول نوعيه، ولا واضح انه هتبقى عوده حقيقيه، هيبقى في عندنا حجوزات كتير، هنلاقي طيارات كتير جايه لنا من الصين بمدنها المختلفه، ونجد تزاحم صيني على المزارات المصريه؟ هو طبعا خلينا نحط في اعتبارنا انه الصين مليار و400 مليون نسمه، احنا لو استقطبنا منهم يا ريت 10% ده يعني هيبقى تارجت رائع. عايزه اكد ان احنا في الاستراتيجيه الوزاره محددين عدد من الجنسيات والاسواق اللي شايفين انها هيجيلنا نظريه ال 80% لل 20%، 80% من السياحه بتاعتنا ان شاء الله تيجي من هذه الاسواق. الصين طبعا نظرا للتعداد السكاني واعداد السياح المستهدفين هناك هي على قمه هذا الهرم. بالطبع هو طبعا السوق الصيني يمكن يعتبر اخر سوق يفتح للسياحه عنده، واخر سوق يمكن برضه من هذه الاسواق الكبيره اللي يستهدف ان هو يجي مصر، فكان يجب تقبلهم استقبال مشجع جدا على مستوى على كافه المستويات. انا كنت في انتظارهم في المطار، يعني كابتن يحيى مصر الطيران كان برضو في استقبالهم، يعني اتكلمنا فعلا على واحد عمق الثقافة بين الشعبين. احنا النهاردة عندنا ثقافة صحيح. وحضارة وأثار وتاريخ في الاثنين في الدولتين قديم جدا جدا، وبالتالي السائح الصيني لما بيجي مصر بيستهدف بالدرجة الأولى السياحة الثقافية، ودي الحقيقة من أنواع السياحات اللي احنا بنتكلم عليها، سياحة غنية، سياحة ذات انفاق مرتفع، بتصب على طول في منطقة الوادي والدلتا، وبالتالي بيتعاملوا مع أهلنا في هذه المناطق، بتتميز بأنه بيجي يشتري، بينزل في إقامات يعني ذات انفاق مرتفع، وبالتالي بنستهدف أنه هذا السوق اللي السائح بتاعه جاي رحلة 13 ساعة، فلك أن تتخيل رحلة طويلة شقة، ده لو جاي دايركت، لو جاي بقى عن طريق كونكشن أو كده، فهي طبعا زمن الرحلة بيطول. يميزنا أن المنتج بتاعنا دسم، عندنا من الثقافات المختلفة على مدى العصور اللي بتشبع عنده حب الشغف للعلم ده وللمعرفة الثقافية. عندنا كمان بنتميز بالخدمة اللي في هذه الشريحة اللي بتقدم، وهي دي برضو اللي احنا بنستهدفها. أنا مش عايزة أي سائح يجي بإنفاق ممكن يكون ما هواش المستهدف بالنسبة لنا. أيوه. وبالتالي اتخذنا حتى في الوزارة ومع القطاع الخاص العديد من الإجراءات لرفع الخدمات في المنشآت السياحية والفندقية حتى تتناسب مع الشرائح السياحية اللي احنا بنستهدفها مع القطاع الخاص. طب دكتور غادة، يمكن صححيني لو أنا غلطان في إنها حضرتك المتخصصة في ده، بس نتيجة الصعود الاقتصادي الصيني المهول، أصبح معدل الإنفاق الصيني كمان عالي على كل حاجة،
في الصين وفي أي حتة بيروحوها، وأصبح في شويتين واضح أنه جانب وشرائح صينية أصبحت بتسعى وراء سياحة الرفاهية. يعني ده بيخليني هنا هسأل الخدمات اللي أنا بقدمها، يعني العربيات الإكزوتيك اللي تخوف دي الصينيين بقوا مهتمين بده، فأنا عايز يبقى في عندي، أو ده أعتبره سؤال، عندي الشركات اللي بتأجر النوع ده من العربيات واللي أقدر أبقى واثق فيها وواثق في مستوى الخدمة وفي طريقة تعاملهم مع السائح، الغرف الفندقية اللي بتبقى يعني ناقص تقول بابا وماما، عندي هذه الأنواع ولا لأ؟ يخوت فاخرة لو هو عاوز يجي يقعد له كام يوم مثلا في البحر الأحمر، يعني كل الباكج دي يا دكتور غادة حضرتك أدرى مني بيها، بس أنا ألاحظ ده بقوة أنه موجود لدى شرائح صينية. اللي حضرتك بتقوله ده بيصب تماما في الاستراتيجية اللي عايزين نوصلها، هي قد لا تكون متوفرة بكافة الأحلام اللي حضرتك بتقولها في كل المقاطع. في عندنا طبعا شركات وريزورتس وخدمات متميزة جدا جدا، ولكن محتاجة تزيد ومحتاجة حديد بشكل متدرج على مدى السنوات القادمة. بدينا وخارجين الحقيقة من كبوتين ورا بعض، كان في أزمات اقتصادية، كان في عندنا أزمات في الدولة، دخلت الكورونا كمان وقفت النمو في هذا القطاع الحيوي، ولكن احنا بالرغم انه التدفقات السياحية وقت فترة الكورونا توقفت الى فترات ما، ولكن ما توقفتش الاجراءات التنظيمية من الوزارة ومن القطاع الخاص ومن الغرف اللي بنشتغل معاها بشكل يعني مباشر، ان احنا نرفع كفاءة هذه المنشآت، ان احنا نبتدي ندعم القطاع الخاص. يمكن الدولة الفترة اللي فاتت دعمت القطاع الخاص في السياحة بمبادرات كثيرة تعنى بالحفاظ على العمالة، تعنى بتقديم تسهيلات لعمليات التطوير في المنشآت الفندقية، وبالتالي لما عادت السياحة ما حسناش بدروب كبير في تقديم هذه الخدمات. نعم نستهدف السائح اللكشري جدا جدا، وده موجود عندنا في أنماط، بدليل ان احنا حتى المجتمع المصري بينعم ببعض من هذه الخدمات اللي موجوده، يعني ما اقدرش اقول انها مش موجوده، ولكن بنستهدف زيادتها وحديد الفتره اللي جايه وفقا لاستهدافنا لهذه الشرائح في الاسواق المختلفه. عظيم. وزي ما حضرتك بتقول كده، ممكن السائح الصيني اللي بيدور على اللكشري عايزها بطريقه معينه غير السائح اللي من جنسية أخرى اللي صح. ممكن يكون عايزها بطريقة أخرى. صح. حضرتك قلت حاجة تانية مهمة جدا، إنه يمكن الفترة اللي فاتت كمان أصبح عندنا العديد من المطاعم اللي بتقدم الوجبات الصينية، يكفي أقول لك إن إحنا عندنا ما يربع على 700 مرشد صيني يتحدث اللغة الصينية. ده يبين لك قد إيه إن إحنا ممكن نكون مستعدين لاستقبال عودة السياحة من هذا السوق، أيا كانت التدفقات اللي هتجيلنا منه إن شاء الله هنكون مستعدين لها. القطاع الخاص عندنا في ثقة شديدة بأنه هيعرف يقدم هذه الخدمة، هيستهدف السائح المناسب للخدمات اللي بنقدمها، وهنبتدي مع بعض هنبني منتج سياحي متميز يقدر يعود الواقع الإيجابي على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة بإذن الله. بإذن الله. أشكرك جدا يا دكتور غادة، وأوصيكم الصين الهند روسيا التلاتة عندهم شرائح قادرة على أنه تيجي تستمتع بسياحة الأثرياء زي ما الكتاب بيقول. أشكرك جدا دكتور غادة بجد، يعني كمان على وضوح هذه الرؤية، وأظن أنه حتى معالي وزير السياحة والأثار كنت التقيت بيه مرتين، منهم مرة اتكلمنا في القصة دي، والراجل الحقيقة بالعقلية بتاعت من أتى بخلفية مصرفية بنكية ناجحة، ودي مهمة جدا، هو فاهم كويس الكلام ده وبيشتغل في الإطار ده، وبالتالي تلاقي الوزارة بتتحرك
في هذا الاتجاه وبقوة، ولأنه وده بجد مش هزار يعني، لأنه هو رجل زي ما بقولك كده جاي من الخلفية بتاعة البنوك الكبيرة المتميزة، البنوك اللي بتكسب بصرف النظر عن البنك اسمه ايه كلنا عارفين يعني، بس ما ينفعش اقول عشان الاعلانات وكده، انه هو رجل اتى من خلفية بتاعة لازم اكسب، مش احنا مش جايين نهزر، انا جاي لازم اكسب ولازم يبقى فيه استراتيجي ولازم ابقى فاهم التكتيكات بتاعتي علشان اقدر اوصل للهدف ايه، وفاهم كويس يعني ايه جداول زمنية، منظم جدا تركيبته كده. ده واحد. اتنين، هو رجل منفتح الفكر. تلاتة، هادي. وحط تحت دي 3000 خط، هادي. عارف كده يقول لك ايه، زي اغنية صلاح جاهين اللي غنتها سعاد حسني، يا وادي يا تقيل. هو كده تقيل راسي يعني، فعشان كده عجبني جدا جدا. وبعدين اكتشفت انه صديق لصديقي العزيز جدا سيادة النائب إيهاب رمزي، فيعني بقيت مبسوط أكتر. على كل، إحنا عندنا مقومات سياحية مهمة جدا في مصر، مهم قوي إن إحنا نحسن استغلالها إلى المدى الأبعد أو إلى أقصى حدود ممكنة. وبالمناسبة الإمكانات السياحية اللي موجودة في مصر هي لا حد أقصى لها على الإطلاق، إمكانات مش موجودة في أي حتة، في أي حتة بالمعنى الحرفي لكلمة في أي حتة. يعني شوف، في ناس يجي تقول لك مثلا مش عارف نروح موريشيوس والمالديف وبتاع، بالمناسبه هو انت في مصر تقدر تقدم نفس الخدمات السياحيه وبنفس الشكل، عندك الشواطئ المناسبه، عندك المناظر الخلابه، عندك الغطس اللي مفيش منه الى اخره، عندك الفنادق اللي زي الفل رفيعه المستوى اللي ممكن تبقى يعني مفيش بعد كده ولا قبل كده زي ما بيتقال. أنا لاحظت أنه مؤخراً أصبح موجود في مصر شبان بالتحديد من اللي قاعدين بيفكروا، عيال مخانور قوي، يطوروا العربيات بغرض الإيجار، فيجيبوا العربيات الحلوة جداً الأوروبي وبتاع مش عارف إيه، ويعمل مش عارف إيه في السقف عشان يبقى فيه النجوم. إزاي تبقى العربية تحس أن أنت قاعد جوه إيه، مقصورة 5 نجوم مش عربية عادية، وبيشتغلوا في تطوير العربيات دي وبيأجروا بعضها وكلام يعني حاجات زي كده. فانا عندي اسس بعقل عشان عندي عقول امخخ بنت لذينه، انا عايز استغل العيال دي، مش عايز ازهم ازعلهم كلمه عيال الشباب ده يعني، عيال شباب زي الفل، مخ نور نور، وعيال متعلمه حلو واذكياء وفاهمين. طيب دي طريقه، دي او ده شق. الشق التاني تقولي مثلا ايه، سياحه السفاري والصحاري، انت عندك امن صحاري بالمناسبه، وحط تحتها 9000 خط، امن صحاري. وبعدين بهية الشكل والمنظر ده على سبيل. طب سياحة ثقافية، هو في حد في العالم يعرف ينافسك في السياحة الثقافية؟ مش هقولك بقى في المنطقة، في العالم. ده انت من كتر الآثار والمزارات اللي عندك مش عارف تعمل بيها ايه، ده بجد مش هزار. عارف كده لما يبقى في واحد غني جدا مش عارف يعمل ايه بالفلوس فيسرف في استخدامها. احنا عندنا زخم أثري وثقافي وحضاري مذهل للأسف لعشرات السنين فاتت أهمل بسبب كده، أن أنت مش حاسس بقيمته من كتره عندك. في حتت في مصر تمشي تتكعبل فيها في آثار، تتكعبل وانت ماشي. لا فما بقول لك إيه، اتمشى جوه القاهرة وانت بتتمشى كده جوه وسط البلد والسيدة زينب ومش عارف إيه، أنت اللي حواليك ده كله آثار، اللي حواليك يا راجل، ده احنا عندنا عمارات اتبنت قبل قيام دول، عمارات ساكنه يعني، ناس ساكنه جوه، مش هقول لك حتى قصر، ناس ساكنه. فانت متصور عندك قدره انك تبقى اكبر متحف مفتوح. على كل، ان شاء الله اللي جاي خير باذن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نروح على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. المركز جزء من اهتماماته الأصيلة طول الوقت هي رصد وتحليل كل ما يأتي في التقارير الدولية اللي بتتكلم عن الشأن المصري في قطاعاته المختلفة. مركز المعلومات
مركز زياده عن اللزوم. لا مش زياده عن اللزوم، ده هو ده اللزوم كله، ده اللي احنا عايزينه بالمناسبه. مركز، بيشوف اللي بيتكتب، يتقري كويس، يتحلل كويس، وبيتعرض كويس. فلقوا ان في تقرير صادر عن وكاله فيتش، اظن وكاله فيتش غنيه عن التعريف. احنا بنتكلم على ستاندرد اند بورز، بنتكلم على فيتش، وبنتكلم على ايه كمان يا ولاد، والله بقيت بنسى. المهم اشارت ايه، او اشار ايه التقرير بتاع فيتش؟ اشار الى انه مصر بتمتلك اكبر طاقه لتكرير النفط الخام في القاره الافريقيه، وانها ارتفعت مؤخرا من 816 الف برميل يوم ل 876 الف برميل يوم. خد بالك بقى بس كده. لا فيتش بتقول مع استكمال اعمال التوسعه في مصفات ميدور في الربع الرابع من سنه 2022، بالاضافه لكده والكلام تاني يعود الى فيتش، انه الهدف هو الانتهاء من تحديث، عندنا هدف بقى اليومين دول تحديث مصفه اسيوط في حلول الربع الرابع من 2023 اللي احنا عايشين فيه ده، ربنا يديلنا ويديلكم طول العمر. طيب لما يتعمل التحديث بتاعت مصفه اسيوط ده يزيد من طاقة التكرير للمنشأة من 4.5 مليون طن سنوي ل 5 مليون طن سنوي. الوقت اللي احنا عايشينه ده الحالي طبقا لفيتش، مصر بتمتلك 8 مصافي بسعة إجمالية زي ما كنت بقول لك كام؟ 876 ألف برميل يومي، وده اللي بيجعلها أكبر مركز للتكرير في القارة الإفريقية. مركزين التقرير طبعا الاكبر او الرئيسيين في البلاد هم اسكندريه والسويس، واسكندريه بيمثل 39.5%، اما السويس ف 25.6% من اجمالي طاقه التقطير والتكرير للنفط الخام في البلاد. ده بعد الفاصل. إزاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس. تم تخصيص 7 خطوط أتوبيسات لنقل رواد المعرض. الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الثاني من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط الثالث من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، ثم معرض الكتاب. الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط السادس من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط السابع من سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبري القبة، واستقلال الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب. خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة 6 جنيهات، ومن موقف تشكى بحلوان بتعريفة 8 جنيهات. بالسيارة قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس.
ولا زلت اجدد اشادتي باللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، ازاي اقدر اروح معرض الكتاب بوسائل النقل المختلفه والخطوط المختلفه ذهابا الى قائد السياره الملاكي يظبط الجي بي اس على ارض المعارض بالتجمع الخامس يوصل على طول. يستمر معرض الكتاب في دورته ال 54، وبالمناسبه الدوره السنه دي فعلا متالقه جدا ومتميزه، والندوات اللي فيها فعلا حلوه، لكن علشان نقدر نعرف اكتر يبقى نروح لزميلنا العزيز رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، متواجد كان النهارده في المعرض يحكي لنا ايه اللي موجود. تحياتي لكم متابعي التاسعة في كل مكان، في متابعة لفعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. هناك عدد من الفعاليات التي بدأت على مدار اليوم، وكانت البداية مع ندوة بعنوان ناصر الدين وطه حسين، وهذه الندوة التي تناولت عدد من الكتابات والمنهجية التجربة المعرفية أيضا للكاتب ناصر الدين الأسد الأردني، وأيضا الأديب العربي والعالمي طه حسين عميد الأدب العربي. وأيضا تلا هذه الندوة عدد كبير من الفعاليات والندوات، كان من بينها ندوة نحن والفلسفة، وأيضا ندوة أخرى عن المراكز الثقافية المصرية، وندوة أخرى عن الأمن الغذائي بإفريقيا، وعدد من الندوات الأخرى والتوقيعات للناشرين والكتاب، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للأطفال وأيضا للكبار وللحضور من الجمهور سواء داخل أو خارج قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب. ولو تحدثنا عن الإقبال الكبير من الجمهور على عدد كبير من الصادرات، ووفقا لعدد من البيانات الهيئة العامة للكتاب تحدثت عن إصدارات طه حسين جاءت في صدارة الأكثر مبيعا والأكثر أيضا إقبالا عليها من الجمهور خلال الخمس أيام السابقة، وأيضا بلغ عدد الحضور من الجمهور خلال الأيام السابقة تجاوز 1,000,000 بالنسبة للزائرين، وأيضا لعدد كبير جدا من الفئات المختلفة من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب. وتراوحت أيضا متوسط الحضور اليومي خاصة في أيام العطلات سواء الجمعة أو السبت والخميس، تراوحت الحضور في هذه الأيام ما بين 130,000 إلى 180,000 من الحضور اليومي، ومتوسط الحضور اليومي للجمهور هنا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة لكم مرة أخرى. طب والله كويس، متوسط الحضور رائع جدا، شكرا جدا لزميلنا رامي، كما جرت العادة رسالة شديدة التميز. أنا حكيت لك أما كنا بنتكلم لسه حتى من شوية قبل الفاصل، كنت بتقول لي يوسف الأسعار الأكل والشرب، بص تاني مفيش حاجة هينفع تتعمل مش هتتعمل تحت أي ظرف عشان بس تبقى فاهم، ولأنه عارفين كويس أهمية توفير اللقمة للناس، انه دي اهمية قصوى على رأس الاولويات. خد بالك هو اصلا ايه الهدف من وجود حاجة اسمها اقتصاد في الدنيا؟ وجود الاقتصاد في الدنيا هدفه ان هو يوفر ليك احتياجاتك. طيب وايه اهم احتياج عند الانسان؟ المسكن والمأكل والمشرب، رأس الاولويات، رأس الهرم، صح؟ طيب مصر بتشتغل على مشروع قومي لانتاج البيض الداجني، فين؟ في طنطا. ينتج قد ايه؟ 20,000,000 بيضة سنويا. تيجي تقولي بس اصل الاحتياج المصري، اقول لك ده مشروع ويا عم هو دي اول مرة؟ لا. هل ده هيبقى اخر مشروع؟ لا. بس خلينا نفهم اكتر من دكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسيادتك وبالسادة المستمعين، وكل عام بحضرتك بخير يا استاذ. وحضرتك بالصحة والسلامة، فرحنا بالمشروع الجديد يا فندم. والله حضرتك طبعا احنا في محافظة الغربية التعاون الزراعي، الإدارة العامة للتعاون الزراعي والجمعيات، الجمعية التعاونية المركزية بالغربية عندها مشروعات إنتاجية، من أهم هذه المشاريع هو مشروع إنتاج بيض المائدة. المشروع ده طبعا موجود على أرض محافظة الغربية وبينتج 20,000,000 بيضة سنويا. طبعا حضرتك المشروع عبارة عن عدد خمس عنابر، كل عنبر بياخد حوالي 17,000 دجاجة. الانتاج اليومي للعنابر دي بيبقى حوالي 20,000 طبق يوميا في اليوم الواحد بمعدل 60,000 بيضة. كويس.
البيض اللي الناتج ده حضرتك يا استاذ يوسف بيتم بيعه على التجار وعلى في المنافذ بتاع وزارة الزراعة اللي موجودة داخل محافظة الغربية. عندنا 9 منافذ موجودة، منافذ ثابتة بمديرية الزراعة وبالإدارات الزراعية بالثمن مراكز اللي موجودين على مستوى المحافظة. بندي للتجار احتياجاتهم والباقي بناخده بنعرضه عندنا في المنافذ وبالأسعار اللي بتبقى البورصة بتحددها، بنسترشد بأسعار البورصة وبنبيع للمستهلكين بحيث نسد الفجوة ونحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض من البيض المائدة عشان نحقق للمستهلك احتياجاته اليومية. طيب ده كلام عظيم جدا، ده معناه ان المشروع قائم ولا هو قيد القيام؟ لا، المشروع قائم وينتج. حلو جدا. طيب ده هنا يخليني من اكثر من 20 سنة. طيب عظيم جدا، انا هرفع انتاجية المشروع ولا هفضل واقف عند هذا المعدل من الانتاجية؟ لا حضرتك، احنا طبعا في اتجاهنا ان احنا برضو نزود عدد العنابر ونعمل منشآت جديدة، وعندنا برضو مصنع موجود داخل بنركب العلايق بتاعتنا عشان نخفض التكلفة بتاع الانتاج. وطبعا حضرتك بنعتمد على الذرة الصفراء وفول الصويا والمركزات اللي بتخش في تكوين العلايق الخاصة بالمشروع، بحيث ان احنا بنعتمد على نفسنا في يعني ان احنا نوفر احتياجات الدجاج اللي موجود ده من العلاي المركزة المطلوبة عشان نقلل من تكاليف الانتاج. عظيم جدا. طب دكتور خالد، انا كده بشتغل على مسألة التحسين بتاع العليقة التي تقدم للدجاج وانواع التغذية ومركزاتها، هل انا هبقى محتاج ان انا اغير او اطور الانواع والاصناف الداجنة اللي عندي بحيث انها تبقى اكثر انتاجية؟ طبعا ده اتجاه طبعا اساسي في ان احنا ندور على السلالات اللي انتاجيتها عاليه واللي تديني نسبه تبويض او نسبه انتاج عاليه من البيض، ويبقى العائد مجزي مع التكلفه، لان ما كانش في سلاله كويسه بتستخدم في التربيه في انتاج البيض مش هتديني الانتاج المرضي اللي يحقق عائد اقتصادي للمشروع اللي احنا مشغلينه. بإذن الله خير. أشكرك جدا يا دكتور خالد، كل الشكر لدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية. طيب أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إيه بقى؟ عن احتياج لدى وزارة الأوقاف. طب الوزارة عاوزة تتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس على مستوى الجمهورية. الراغبين يتقدموا. حلو. ليه؟ لأنه لازم الأول يتقدم يعرف إيه هي الشروط ويعرف التقديم بيتم إزاي وما إلى ذلك. ده هيتم من خلال بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا لمن يريده من يوم 18 فبراير اللي احنا هنبدأه بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو هنبدأه بعد حوالي يعني 27 دقيقة 18 فبراير والحد يوم 4 مارس. إيه الشروط؟ الشروط طبقا للإعلان بيقول أنه يكون متمتع طبعا بالجنسية المصرية، أنه يكون محمود السيرة آسف وحسن السمعة، أنه ما يكونش سبق واتحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، انه ما يكونش سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي، وما لم تمضي على صدوره 4 سنين على الاقل، ما يزيدش السن عن 30 سنة من تاريخ نشر الاعلان. ان المتقدم يكون من الذكور، يعني 1000 إمام وخطيب ومدرس من الذكور. انه يكون المتقدم طبعا خريج جامعة الازهر او احدى الكليات الازهرية. طبعا في حاجات بقى شروط تانية متعلقة بالتقديرات بتاعته وبالدرجات التراكمية الى اخره. خلونا ناخد معانا. ازيك يا دكتور ايمن؟ لا مفيش حد بيزعل من جاره. ازيك حضرتك؟ ايه الاحوال؟ ربنا يخليك يا يوسف، وحشنا ولا ينقصنا الا رؤياك. حضرتك اكتر والله حبيبي يا دكتور. دكتور الدكتور عبد الله واحد. يا سلام، كلنا واحد والله. ربنا يخليك يا رب. دكتور أيمن، كلمنا عن احتياج إلى 1000 إمام
وخطيب ومدرس على ما يبدو الوزارة يعني مستمرة في ضخ دماء جديدة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والحقيقة أستاذ يوسف هي كان تصديق من فخامة الرئيس على الإعلان عن 3000 وظيفة للأئمة و 3000 وظيفة للعمال على مدار 3 سنوات متتابعة بواقع 1000 وظيفة للأئمة و 1000 وظيفة للعمال يعلن عنها في يناير من كل عام لمدة 3 أعوام. تم الإعلان عنها في يناير الماضي وتم الانتهاء من مسابقة الأئمة الأولى، وإحنا يعني تم الإعلان زي ما حضرتك تفضلت النهاردة اليوم عن مسابقة الأئمة الثانية، وده كله في يعني في إطار تمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه في خدمة الفكر المستنير في إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني إحنا المسابقة المرحلة دي محتاجين فيها 1000 إمام، وزي ما حضرتك ذكرت بعض الشروط اللي هي المفروض تنطبق على الإمام، ومنها يعني أن يكون خريج كلية من الكليات المناسبة، يعني تحديدا كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. برضو عندنا يعني مفتوح المجال لكليات اللغات والترجمة من قسم الدراسات الإسلامية، يعني جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر، شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة لغة عربية، شعبة اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، يعني المجالات مفتوحة لعدد كبير جدا، لأن احنا عايزين زي ما حضرتك عبرت كده عايزين نضخ دماء جديدة، وعايزين فكر الشباب الوسطي المستنير بعد ما يخضع للمسابقات المؤهلة لكده. وبالتالي بيخضع إلى اختبارات كتير كمان ثم دورات كمان للتأهيل قبل توليه المهمة. طبعا يعني حضرتك عارف لما بيكون الامتحان مركزي بيكون فيه شفافية ونزاهة أكتر، وده اللي احنا شفناه في المسابقة الأولى، يعني منتهى الشفافية ومنتهى النزاهة، وال يعني الشباب اللي يعني أثرت المسابقة عن نجاحهم حاجة كده إن شاء الله يعني هتكون دافع جديد وهتكون حاجة مشرفة للدعوة في مصر إن شاء الله. بعد ما يخضعوا بقى للدورات، إحنا عندنا بيبقى أول ما الإمام بيتم تعيينه بياخد دورة تأهيلية، بعدين دورة تخصصية، بعدين بيدخل على دورات نوعية ودورات متقدمة في كثير من المجالات. يمكن احنا قلنا قبل كده مع حضرتك ان بيبقى فيه للأئمة دلوقتي دورات في السوشيال ميديا، دورات في الاستراتيجية والأمن القومي، دورات في علم الاجتماع وفي علم النفس، لان احنا عايزين يكون عندنا إمام عصري، إمام طبعاً عنده فكر ثاقب، عنده دراية ووعي باللي بيحصل حواليه وبالتحديات اللي ممكن تواجه الوطن. إمام مطلع ومثقف وعلى دراية كاملة. أنا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا على التليفون. إلى أن نلتقي جاري العزيز والرائع، ونشوفك برضو في البرنامج يبقى حاجة تسعدنا وتشرفنا. دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. خلوني هستأذنكم نروح لفاصل، بعد الفاصل تعالوا نتناقش ما بين الرواية وما بين القصة القصيرة، أيهما يحتل العرش؟ هل العرش يساع 2 من الملوك؟ يعني ولا لازم حاجة واحدة؟ يكون موجود معانا الروائي المصري الكبير الأستاذ محمد بركة، أيضا يكون موجود معانا القاص المصري الكبير الأستاذ علاء أبو زيد بعد الفاصل. أنا بحب الروايات التاريخية أكتر، مش إن هي تبقى حاجة في الماضي بس كده، لأ الروايات التاريخية بجد أفهم اللي حصل، لأن التاريخ بيتعيد نفسه عامة. عباس العقاد وأحمد خالد توفيق أكتر ناس، وأي حد مش شرط يكون حد بس بيكون الروايات التاريخية أو الدينية كمان. موجودة كل سنة وشايفة إن الإقبال السنة دي كويس قوي، يعتبر زي كل سنة مفيش مثلا إن في أزمة موجودة أثرت على الناس تيجي، لأ طبعا الناس كلها موجودة، وشايفة إن في خصومات كتيرة جدا موجودة وإن الناس عماله بتشتري، في اسعار بتبدا من اول جنيه ودي بتبقى كويسه قوي لفئه معينه من الناس، ولحد يعني خصومات لحد 70%. في كتب تانية في التاريخ، يعني في كتب تانية في السيره مثلا والاعلام والحاجات دي كلها، ففي كتب حاجات يعني كتير. يعني بقرا جميع كتب الادب العربي والشعر، جميع الكتب، لاني احب الكاتب ابراهيم الكوني، و
جميع الكتاب يعني أنا قرأت لهم. أنا مهتم أكتر بكتب الشعر زي مثلا ديوان المتنبي، مثلا الأعمال الكاملة لنزار قباني. معظم الشعراء التانيين بقرأ لهم مثلا من العصور الجاهلية، العصور العصر العباسي طبعا الفترة اللي ازدهر فيها الشعر بطريقة يعني عالية جدا، وطبعا الشعر الجاهلي عراقة اللغة العربية. كتب العلمية، بما ان انا في المجال بتاعي بيبقى اقتصاد في البانكينج، في كل الحاجات اللي هي بتهتم بسواء المجال بتاعي او مجال اللي انا شغال فيه. معظم الناس بيهتم بالكتب الدينية، ده رقم واحد، بيحاول دايما بيجيبوا من الاماكن اللي هي المعتمدة او موثوق منها، هي حاجات محققة. وفي حاجات في ناس كتير بتاخد مثلا من اماكن كتب العلمية او كتب التاريخية، كل واحد على حسب المجال بتاعه، بس المبيعات الاكثر للكتب الدينية ثم كتب الاطفال. دايما بحب اخد في علم الاجتماع عشان ده التخصص بتاعي، وباخد دايما لوالدي عن حرب 6 اكتوبر وفي المجال الديني. ازيكم، عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. في معركة بتدور على عرش القراية، ودي بالمناسبة من المعارك الحسنة، يعني من المعارك اللي انت لازم تبقى قاعد مبسوط وفرحان انها قايمة وتسقف لها وتشجع وتحاول قدر الامكان ان تنفخ في نيران هذه المعركة، لانه في النهاية خالص الكل مستفيد، الناس هتقرأ، وبالتالي ايضا المبدع صاحب المنتج الفكري هو كمان هيزيد من ابداعه، لانه طول الوقت شايف ان في اقبال على منتجه الفكري ده. عرش القرايه ما بين الروايه وما بين القصه القصيره. طبعا عرش القرايه في الحته دي بيروح لاتنين من الملوك، ويظل دائما الشعر والنثر مظلومين في الحياه الادبيه. ما تفهمش ليه، يعني امتى يبقى لهم حته كده يعني ولو فترة وجيزة من الزمن، يقولك الشعر تربع على عرش القراءة، مش عارف، ما بتحصلش أبدا الحكاية دي. على كل، خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء جدا 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 داخل الاستوديو. دايما جزء رئيسي من سعادتي إن أنا أقابل المثقفين والأدباء، ببقى سعيد سعادة يا أخي، وهقول لكم ليه بعد شوية. وأنا برحب بضيفنا العزيز روائينا المصري الكبير أستاذ محمد بركة، منورنا. ده نورك، ده نورك. إيه؟ يا شكرا. كل تمام؟ الحمد لله، كل زي الفل. وادالي كتاب هدية، وبالمناسبة أستاذ علاء لسه ما جابليش الكتاب، بس هاخد منه كتاب برضو. القاص المصري الكبير الأستاذ علاء أبو زيد، إزاي الصح؟ مساء الخير. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب نبدأ ب، لو صح التعبير، المحتلين الآن لعرش القراءة، ألا وهو الروائيين. السؤال هو ليه؟ بتعتقد ليه الذائقة تذهب إلى الرواية في معدلات القراءة أكتر من القصة؟ أنا بتصور أن أسباب كتيرة، يعني الرواية قماشتها أوسع، عندها قدرة على أنها تروح لمناطق كتيرة مختلفة على عكس القصة القصيرة. يعني في الرواية أنت ممكن تقرأ عن عالم البحر، عن الصحراء، عن الريف، عن تسلق الجبال، لأنه الرواية بقت فيها مرونة شديدة، اللغة بتاعتها أوسع. يمكن كمان القارئ بيبقى حابب عمل يستغرق فيه، يعني مش فكرة الـ 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 الكتابة المكثفة السريعة، رغم أن أنا بدايتي كانت في القصة القصيرة من خلال مجموعتين قصصيتين صدرت الأولى سنة 1999، وتجربة الروائية الأولى كانت 2005، يعني قبل ما يبقى فكرة إيه الاتجاه السائد، يعني لأنه للأسف الشديد سيادة وتربع الرواية على العرش خلت أعمال كتيرة مفتعلة وغير مكتملة، أصحابها يكتبونها فقط لمجاراة السائد. لكن الرواية بشكل عام واضح تماماً إن هي بتشبع حاجات مختلفة موجودة عند القارئ أكتر من القصة القصيرة، رغم إن احنا نذكر في الستينات كانت القصة القصيرة طبعاً لها الريادة طبعاً، وكان يوسف إدريس مثلاً وجيل من الرواد القصة القصيرة عنده بتعمل حالة يعني. صحيح. لكن الرواية أعتقد إن هي مشبعة أكتر، وخصوصا لو شفت أنت مثلا في شرائح من القراء بنبص لهم أو كان ينظر لهم يعني بقدر من الاستهانة أو عدم التقدير، اللي هم في ثانوي وفي الجامعة،
لا عايشين في الـ في الـ في الرواية بشكل مستغرق لدرجة انه من حوالي 10 سنين كان في اتجاه بقى مش ان الرواية سائدة، ده كمان الرواية الضخمة اللي هي 400 صفحة و500 صفحة والكعب بتاعها عريض، ويقول لك انه في بعض الجوائز الأدبية الكبرى ما لا تحترم الا العمل الضخم. الرواية ليها سحرها، بس ساعات بحاول أمنطق الأمور بقواعد الحساب والجبر والهندسة، إنه مفترض أن الذائقة تذهب للمزيد من قراءة القصة القصيرة صحيح. باعتبارها هي الأليق على عصر سريع جدا والأليق صحيح. على أجيال اللي احنا ذكرناها اللي هم أجيال سن المراهقة ثانوي وجامعة وما إلى ذلك، هم أصلا إيقاعهم شديد السرعة، وبالتالي هيبقى حابب أنه يتنقل ما بين عوالم وشخوص وحكايات كثيرة بمنتهى التركيز، ولا إيه؟ هو بالفعل كلامك صحيح، وده اللي بيخلي الواحد دايما يسأل ويكون مهموم بالسؤال، إذا كانت القصة القصيرة هي التي هي نغمة العصر، مفترض قصر المساحة بتاعتها تناسبها التام مع إيقاع العصر واللهاس اليومي ده، منصات السوشيال ميديا اللي ممكن تحط عليها قصة قصيرة ما تقدرش تحط عليها الرواية، كل ده يدعو إلى زيادة الدهشة. لماذا إذن الرواية هي التي تستحوذ على عرش القراءة؟ يعني احنا قاعدين مع بعض، احنا الثلاثة بنمثل الإعلام كله، يعني أستاذ محمد بمثل الصحافة المكتوبة، حضرتك بتمثل الصحافة المرئية، أنا بمثل الصحافة المسموعة، فممكن نلاقي مدخل إعلامي لفهم الظاهرة دي. مدخل إعلامي إن إيه؟ ما يسبب النجاح هو التلقي، فبالتالي الجمهور الجمهور يعني لماذا اتجه إلى الرواية، لم يتجه إلى القصة القصيرة، ولم يتجه إلى الديوان الشعر، ولم يتجه إلى، فيبقى هنا هنبدأ نقول إن المعيار الأول والأخير في الحكم على الأشياء هو الجمهور اللي هو المتلقي. فالمتلقي ده طيب يبلغ ليه الرواية؟ لأن الرواية ممكن نقول إن اللغة سهلة، أسلوب بسيط، الأبطال واضحين وأنت تتبع سيرتهم في الرواية بشكل واضح وكذا. العوالم المختلفة، العاطفة، العاطفة تبدو في الرواية أكثر بكثير من القصة القصيرة، فبالتالي القارئ الذي يذهب إلى الرواية يذهب لأنه يريد أن يحصل على جرعة من العاطفة، التوحد مع الأبطال، الإحساس بيهم، الانشغال بيهم، تتبع مصائرهم، كل ده يتحقق في الرواية. القصة القصيرة فن، أنا شايف أنه فن هو أقرب للشعر، فلابد أن تكون القصة القصيرة مكثفة جدا، اللغة موجزة، فيها اختصاص شديد، النص لازم يبقى وراء فكرة عظيمة، كل ده بيخلي المتلقي، هنرجع للمتلقي، ان ده بيبقى بعيد شويه عن ذائقته اللي هو القصه. وبذلك عشان كده تقدر تفسر لماذا الشعر اللي هو اكثر يعني تكثيفا ويحتاج الى المجاز والتاويل، فيصعب على القارئ ان يتذوق القصيده الجيده جدا، فيذهب الى الى الابسط اللي هو الروايه ضمن فنون ضمن الاجناس الادبيه. فهذا لا يعني أيضا أن الرواية أقل فنيا، لا، لكن طبيعة هذه طبيعة هذا الفن. بس أنت في سبب بسيط جدا أنت مش عاوز تقوله، ليه؟ ليه؟ ما تقولها بصراحة. قول. القصة القصيرة فن صعب. أيوة. فن صعب جدا. وصعوبته بتؤدي لشيء. إن أي خطأ فيه زي الوتر المشدود. أي خطأ فيه هيبان، على عكس الرواية. الرواية تحتمل إن يبقى عندك فصل واقع، تحتمل ان في شخصيه مش مرسومه كويس، دي اشاده من روائي لفن القصه القصيره، ده انصاف لفن القصه القصيره. احنا مشغولين بتفسير القصه القصيره فن صعب جدا، على انت عارف ده، انا عارف انه فن صعب، على عكس الروايه في نوع من الاستسهال. وبصرف النظر عن الاستسهال، انت لما بيبقى عندك مثلا 300 صفحه، الروايه تحتمل انه مش كلهم بنفس الجوده، بالزبط. مش بنفس الاحكام، بالزبط. مش بنفس الجمال، مش بنفس التجويد، لكن معاك. على فكره سطر واحد في القصه القصيره سيء او فقره صغيره وقعت النص. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول لماذا هيمنت الروايه على عرش القراءه؟ اذا من الذي يقرا؟ هو الجمهور. اذا انا مشغول بالفكره دي، صحيح. فكره الجمهور، لماذا يذهب الى الروايه ولا يذهب الى القصه؟ ما تقوله صحيح عن القصه. فبالتالي بتزداد صعوبه التلقي يعني في القصة القصيرة، لأنك أنت كل المواصفات اللي قلتها دي بقدر ما هي
تأخذ النص إلى جودة عالية بقدر ما تبعد المتلقي الذي يريد أن يبحث عن شيء جميل. أنت وده يبدو جدا في الرواية بعكس القصة التي تقترب من أنها تكون صحيح. نص يعني نص محتاج قراءة، محتاج أفكار، محتاج تذوق، محتاج دراية بالأدب وأجناسه واختلافه. فأنا أنا أنا شايف ده. أنت لما تيجي تفسع شوية تلاقي إيه؟ تلاقي إن مثلا إحنا بنحقق نتائج، مثلا لو خدناها من مدخل رياضي زي ما خدنا من مدخل إعلامي، بنحقق نتائج مبهرة في كرة اليد، لكن في النهاية ظل التلقي تلقي كرة القدم. هنا ليه كرة القدم؟ رغم إن الإنجاز المصري مثلا، لو اتكلمنا عن الجمهور المصري، لماذا الجمهور المصري لا يحب كرة اليد بقدر حبه لكرة القدم؟ هنا هنرجع للمجتمع الانساني، مش بس المجتمع الانساني. هنرجع هنا، ما هو المجتمع الانساني بيحب الروايه برضو اكتر، فبالتالي نرجع لفكره التلقي. التلقي هنا تلقي كره القدم سهل، اكثر سهوله من تلقي اليد. المتعه، العاطفه، الوجدان، التوحد مع اللاعبين، زي بالظبط ابطال الروايه اللي بيتوحد معهم المتلقي وبيشوف نفسه فيهم ويكمل معهم. طب ما هنا ده اولا انا مبسوط قوي انكم بتتكلموا مع بعض دون اي تدخل مني، وانا بعتبر ان ده بيبقى جزء من نجاحات اي محاور، انه يترك الضيوف للمعركه وان هو يحاول قدر بس الامكان ينظم امر ما. لكن انا هنا مضطر ادخل في حته مساله الشعر، يعني ما بين الروايه ما بين القصه القصيره. المفترض هنا ان الشعر هو تركيز حقيقي للعاطفه، وبالتالي هو تعبير، فانا كمتلقي كقارئ هقدر الاقي نفسي في الالوان الشعريه المختلفه على اختلاف اهتماماتي او قدراتي، ده من ناحيه. وفي نفس الوقت هلاقي اكثر من عاطفه تعبر عن الحاله الذاتيه. وبالرغم من ذلك لا يوجد اقبال حقيقي على قراءه الشعر، بالرغم ان هو المعبر الرئيسي عن عاطفتي اكثر من الروايه، اكثر من القصه القصيره. فصححوني لو انا غلطان. لا، انا عندي فكره واضحه في المساله ديت. زي ما انت قلت يا جو من شويه، انه انا كروائي بنصف القصه القصيره، لازم برضو نتكلم بمسؤولية في المسألة دي، لأنه هو بيطرح حاجات مهمة جدا. صحيح. في الحقيقة لازم الشعراء وكتاب القصة القصيرة يعملوا نوع من النقد الذاتي والمراجعة لنفسهم، أنه بصراحة يا يوسف، الشعر والقصة القصيرة في مصر والعالم العربي لم تتطور في 30 سنة الأخيرة، محلك سر. ونتيجة بعض المقولات اللي الوهمية اللي أسيء استخدامها وأسيء تطبيقها، عملت فجوة حقيقية بين الجمهور وبين الناس. هقول لك في القصة في الشعر. أنت دلوقتي بتتكلم عن قصيدة النثر وبتتكلم عن الحداثة وما بعد الحداثة. يا راجل، أنت طلعت نصوص شعرية عبارة عن ألاعيب ذهنية لا تمثل وجدان القارئ، تحت دعوة إن أنا لو قلت شيء مفهوم لازم أكون غامض لدرجة اللغز، ولازم أكون محلق في كلام غير مفهوم، وإن أنا لو كنت مفهوم ده يعتبر نقيصة. فغابت الجملة الجميلة الحلوة، غابت توظيف الجميل للغة، غاب البيت الشعري أو السطر الشعري اللي يمس القلب. فبالتالي أنا عاوز أقول لك حصل انصراف الناس عن الشعر. مش عيب في الناس، العيب في القصيدة والعيب في الشعراء. طول الوقت الوجدان المصري والعربي والإنساني متعطش للجمال في اللغة. في القصة القصيرة أيضا يعني ما حصلش تطور كبير. جزء من جاذبية الرواية ورواج الرواية وهوس الناس بالرواية، الرواية وصلت لناس كتيرة مش مثقفين، ناس مش متخصصة، لأن الرواية تطورت، تنوعت، واتسعت القماشة بتاعتها والخطوط بتاعتها والأفكار بتاعتها بقت شديدة التنوع. رغم أن أنا شايف برضو أنه في عيوب شديدة، رواج الرواية ليه أثر سلبي. طيب. أن خلى ناس كتيرة ما عندهاش حاجة حقيقية، متعطشة للحصول على لقب أنا كاتب روائي. اتفضل. انا اتفق في الحته دي. لا اسود كتير. محمد قال حاجات مهمه جدا على لماذا، يعني هنقول لماذا انصرف الجمهور عن الشعر. الفكره دي طرحت قديما، يعني من الاربعينات، والسؤال مطروح ان العقاد لما جاي يتكلم على القصيده قال ان بيت واحد يعادل انتاج روائي ضخم. في الوقت ده كان في شاب اسمه، لازال في بداية إنجازه الروائي الكبير،
اللي هو نجيب محفوظ. فقال إني 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 بأن العقاد غلطان يعني. ليه؟ لأن الإشراف المستقبل بيقول إن السيادة القادمة أو الهيمنة القادمة ستكون للسرد وليس للشعر. ليه؟ لأن الشعر ابن ثقافة الصحراء في 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 عنفوانه يعني وتاريخه. نمرة اتنين إنه قائم على فكرة الأساطير البلاغة. هو إنجاز شعر إنجاز لغوي في أساسه، في الأساس هو إنجاز لغوي. فبالتالي هل هذا يتناسب مع اللحظة الآنية؟ كان بيتكلم على الأربعينات. وما هو قادم في المستقبل؟ القادم في المستقبل علم، صناعة، مستقبل تكنولوجيا كذا كذا. القادم في المستقبل طبقة متوسطة تهيمن وتسيطر على مجتمع بحاله. فبالتالي من يلبي طموحات الطبقة ومن يلبي طموحات العصر؟ العلم والصناعة والتكنولوجيا، فن الرواية. فكل ده يلبيه فن الرواية. ما كانش الرواية مهيمنة قوي، فكان السرد، القصة. القصة بمعناها الروائي والقصير. فهنا وصلنا إلى إيه؟ إلى فكرة إن كان هناك رد في الأربعينات يقول لماذا تراجع الشعر، وهذا الرد يقول ان دي ليس العيب في القصيده او انه في الفن نفسه، لا، العيب في اللحظه الزمنيه التي يظهر فيها الشعر. فبالتالي الشعر الان يظل بقيمته وقوته وجماهيره التي تحبه، لكن في النهايه عليه ان يستوعب الشعراء فكره ان الزمن القادم او الزمن الذي كان يمثل فيه في هذا الوقت القضيه نفسها كان ينحاز وينتصر إلى الإبداع السرد. طيب أنا هروح لفاصل، بس أنا عايز قبل الفاصل برضو إيه، أنا هاد لي بدلوي بقى. أنا في النهاية رجل لا يصف نفسه إلا كقارئ كثيف، ويظن إنه بيحاول يعني طول الوقت يحط رؤية مال اللي بيقراه. نجيب محفوظ في رده على العقاد، لأنه نجيب محفوظ نفسه هو كان مشبع مفعم بالفلسفة، فهو شايف أنه المستقبل بتاع تفلسف الرواية هو ده اللي هيدفع أكتر لاعتلاء الرواية لهذا العرش. ومن ناحية تانية حتى ما نقدرش ننكر أن لغة نجيب محفوظ المكتوبة والسردية فيها شيء من الشعر وشعر الوصف بالذات، فبيحاول يسحب البساط ناحيته. العقاد في دفاعه عن الشعر بطبيعة الحال، العقاد هو واحد من أهم رواد المدارس الشعرية اللي كانت معروفة آنذاك، وده بيخليني أقعد أفكر إحنا حتى، وده هنا بقى اتفاقا مع محمد بركة، أنه حتى مدارس الشعر كادت أن تختفي. يعني ما بقاش عندنا مدارس، كنا نسمع عن المدارس في أواخر القرن التسعتاشر وأول القرن العشرين. الشعر مش بس لغة أو في بدايته صحراء، لأنه في النهاية خالص هو الشعر مش ابن المنطقة العربية فقط، ما هو في شعر أوروبا. ما أنا قلت إنجاز لغوي الآن في المدينة أو في الصحراء هو إنجاز. اللي أنا بطرحه بقى ما بين الرواية والقصة القصيرة والشعر اللي حطيناه على الترابيزة بالرغم إنه ما كانش محطوط في بداية مناقشتنا حتى أنا وزميلي العزيز الدكتور محمد فتحي يونس، هي مسألة إنه أظن إنه الشعر دايما بيتألق في وقت الأزمة، يعني عندما يكون المجتمع مأزوما، فيحصل بزوغ للحالة الشعرية لأنها حالة غير مباشرة تقدر تنفد بيها طول الوقت إلى آخره، مش بس أزمتك العاطفية المباشرة، أزمتك مع المجتمع أو مع الأفكار أو مع الفلسفة. نروح بقى للفاصل ونرجع إحنا الثلاثة نكمل فلسفة، خليكم معانا. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية، خلوني ارحب بسرعه بالضيوف الكرام العظام محمد بركه وعلاء ابو زيد، روائي وقاص، او اتنين كبار بالمناسبه، لو مش عايز اسميها صناعه لان انا ما بحبش بقى كلمه صناعه الادب دي خالص، الادب ما هوش صناعه تحت اي ظرف من الظروف، ومش عايزه يبقى صناعه، انا عايزه يفضل طول الوقت حاله كده ادبيه. احنا كنا بنطرح مساله، او المذيع مش بنطرح، انا اسف ان انا حاطتكم في نفس المذيع، طرح في مساله انه هو جزء من الازمه الشعريه، انه لازم الشعر، ده من وجهه النظر الخاصه جدا، انه الشعر يحتاج لوجود الازمه حتى يتالق ويبزغ الشعر مره تانية. وهنا غابت المدارس الشعريه، ده من ناحيه. من ناحيه تانية على ما يبدو اصبح في حاله الاستسهال كمان، او عدم الاحساس بالازمه، او انها منطق بتاع ازمه وهتعدي فلا داعي للمزيد من الصخب او ارهاق الذات بالتركيز اللغوي، مع غياب كبير او وجود ضعف حقيقي
في البناء اللغوي عند ناس كتير. جزء كمان أظنه تسبب في مشكلة، ونحن عندنا شعراء كبار جدا كان عندهم قدرات لغوية شديدة القوة، لكن تناسى البعض أن هم كمان كان عندهم تفكير فلسفي شديد العمق، فأعمل لي منتج. أصبح اللي موجود دلوقتي مشغول أنه يعمل لي تركيب لفظية، فبقت لغة متحفية جدا وفي نفس الوقت ما فيش من وراها أي شيء. هل ده أيضا انسحب على احيانا الروايه فاصابها الاستسهال وبقينا بنتفرج على افلام ونحولها لروايه واصاب ايضا القصه القصيره فبقى كل من يريد ان يقص علينا شيئا في مش هقول كل البعض يروح كاتب لي 17 سطر ويقول لي كتبت قصه قصيره وبعدين يروح عامل لي مجموعه ويقول لي مجموعتي اهي وكلام من ده. في الروايه المشكله يعني بقى وضع كارثي، في جاذبية شديدة للحصول على لقب روائي. أنا في الحقيقة محتار يا يوسف إيه سر الجاذبية ديت؟ يعني أنت قد تجد مليونير وقد تجد شخص متحقق في مجاله بشكل كبير جدا، متحقق علميا، متحقق أدبيا، متحقق ماديا بشكل رهيب، ولكنه ضعيف يعني شديد الضعف أمام الحصول على لقب كاتب روائي. أنا عندي إجابة. والله ما بهزر. طب قول لي. ملاحظة غريبة جدا. قول لاحظت إنه في ناس كتير بتروح تشتري نظارة ما هياش نظر خالص، مجرد إزاز وأحيانا من غير إزاز ويلبسها. كنا زمان بنتريق أنا وبابا الله يرحمه إن هو فاكر إن هو كده هيتقال عليه إنه ذكي أو مثقف. هي اتحولت لموضة. فبقى مهم عند البعض انه يحصل على لقب انا روائي انا اديب انا كاتب انا شاعر، يعني ده بيديله احساس كده وبعدين لما تكلمه فيروح عامل لك كده. هو ما فكرش في حاجه والله، هو بس لازم يعمل كده. العمق ادعاء العمق. هو ده انت لما محمد لما اتكلم قال عاوز يحصل على لقب روائي، ما قالش يحصل على لقب قاص ولا لقب شاعر ولا اي حاجه. فاحنا بنرجع مره تانية لفكره الروايه، يعني ليه الناس بتحبها؟ يعني لانها الفن الاكثر انتشارا، لابد ان نعترف بده، وانها اكثر جنس ادبي عليه له جاذبيه. يعني لو جيت تتامل حكايه الروايه دي تقدر، يعني بناخد معادل فني تاني مثلا زي ما خدنا كره القدم مثلا، ناخد معادل تاني مثلا نجم السينما، يعني هي نجمة الكتابة. فبالتالي ممكن تكون الرواية ليست بنفس الموهبة والقدرة، لكن في النهاية لها حضور ولها جاذبية النجم ولها البريق. فتلاقي في السينما مثلا النجم دايما يكون أقل موهبة من يعني لو لاحظت تلاقي النجوم الممثلين الكبار الموهوبين يعني يظهرون في السينما صف ثالث بطل مساعد، بينما النجم مش نجم الشباك لكن بينما نجم السينما يكون أقل موهبة لكن يمتلك شيء مختلف اللي هو الحضور. الرواية الآن هي نجمة الكتابة، فبالتالي لها حضور، ولكن هل هي بالفن الذي يعادل فنون أخرى مثلا زي القصة القصيرة أو زي قصيدة الشعر الجيدة أو الممتازة؟ لا أظن. هو بص على الرواية فيها ميزة. احنا بنحاول نهاية تفسيرات ايه؟ هي حضور التصدير النقدي اللي احنا عاوزين بس نفرق بين حاجتين. في أسباب موضوعية خلت الرواية فن منتشر في العالم كله على فكرة. الرواية زي معدة عملاقة قادرة على هضم كل الفنون، لا تجارب مختلفة بحيوية شديدة وفعالية شديدة. ويعني أنا عاوز أقول لك إنه أي تجربة إنسانية أو نشاط إنساني ممكن يتحول لنص روائي مدهش ومبهر. أنا مستوعب ده، يعني فاهم ليه الرواية منتشرة، بس المزعج بالنسبة لي إن تحولت لموضة فأنتجت نصوص رديئة جدا، وده ممكن تلحظه على مستويين. مستوى إنه في ناس لم تنضج موهبتها ولم تنضج أدواتها، بس هو ولد أو بنت عاوز بشكل هستيري يقول لك أنا خلاص أنا شوف روايتي الأولى أهيت. أيوة. فاللي ساعد على ده بسبب بقى حالة الجاذبية اللي احنا بنقول احنا أنتجت مظاهر سيئة ازاي؟ الولد أو البنت ملهوف بشدة، وفيه انتشار رهيب في مصر. انت تعرف انه اتحاد الناشرين المصريين سجل في السنوات الأخيرة بالمئات زيادة في دور النشر بالمئات، مش 20 30 40 ناشر في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية كان دور النشر محدود. طبعا حاليا في انتشار مرعب
انتشار المرعب ده ليه ميزة وليه عيب. من ضمن عيوبه أنه ظاهرة ما يسمى بدكاكين النشر، وابتزاز الولد أو البنت، ادفعوا لي فلوس وأنا هنشر لكم الكتاب. فأصبحت عملية تجارية بحتة، وفيه غياب لحركة النقد، وفيه غياب للفرز والمصفى. ففي النهاية أنت عندك طوفان من الأعمال اللي محطوط تحت مسمى تصنيف رواية، وهي عبارة عن خواطر ساذجة، وخصوصا في مجال الجريمة وأدب التشويق والرعب بس الجريمة والتشويق أكتر. طيب ده من ناحية، يعني من ناحية أخرى بتلاقي شخص في منتصف العمر أو في خريف العمر عنده لهفة جديدة على إن أعمل رواية، رغم أنه هو متحقق وعظيم جداً. أنت دلوقتي بتلاقي أساتذة الجامعة، مع كل الاحترام لكل الفئات، أساتذة الجامعة والقضاء ورجال ورجال الأعمال والأطباء والإعلاميين، مع احترام بقولك لكل الفئات، أنا بتكلم على الرواية مش حكر على حد طبعاً. وكل إنسان من حقه أن يجرح ويقول سخريم من لا ما أقدرش بالضبط الفكري ما أقدرش، لكن أنا بتكلم على يوسف، أنا بتكلم على نقطة تانية أنه فيه تحت بريق وتحت شمس مضيئة اسمها الرواية بتدخل أشياء، ادخل المجال ده بس لما يبقى عندك شيء حقيقي، تبقى عندك الحد الأدنى من أدواتك، عندك الحد الأدنى من شيء تريد أن تقوله، ولكن أنت اللهفة على أن أحصل على لقب روائي لأسباب غير فنية وأسباب غير إبداعية. وإحنا بنتكلم في الموضوع ده والجانب اللي جبت اللي أنت رصدته، لكن في جانب آخر قد يبدو إيجابيا برضو، اللي هو الجانب أن إيه، طالما هناك من يحب أن يكون الروائي، إذن هناك واحد يريد أن يدخل عالم الكتابة، فبالتالي يدخل عالم الثقافة بمعنى الأوسع. فإذا كان الشباب الصغير ده اللي طالع أنه عاوز يبقى روائي، عاوز يبقى كاتب، عاوز يبقى كذا، في حد ذاته جنب أنه بيبقى فيه دخلاء وبيبقى فيه سلعة رديئة صحيح. وبيبقى فيه كذا كذا، لكن في النهاية هو إيجابي على المستوى البعيد، أنك أنت بتدخل جمهور جديد. كل من يريد أن يكتب لابد أن يقرأ، فبالتالي هو والله يتحول على والله هو يتحول إلى هو يتحول إلى جمهور قراءة أوسع. مش أوسع. هنا أنا محتاج يعني دائرة القراءة تزيد، أنا كده محتاج أكتر لحركة نقدية أوسع، صح بالضبط، وأكثر عمقا، لأنه في النهاية مش موجود حرز. لكن عايز تكتب اكتب، عايز تبقى روائي وقاص وشاعر وعظيم، أنت حر، ده رؤيتك لذاتك. مين اللي بيفرز ويصفي؟ الحركة النقدية بقى هنا اللي هتقعد تساعدني أنا كقارئ على إنه هذا المنتج فعلا يستحق أن يكون منتج بارز، وهذا المنتج لا يستحق فهو غث مش عايزه. ليه بقى غياب الحركة النقدية؟ الحركة النقدية يعني طول عمرها متهمة بأنها غير مواكبة للحركة الإبداعية، ده حاجة تاريخية طول عمرها كده. لكن هو في النهاية هتلاقي أن يعني أن أكون ناقدا أم أكون روائيا، يعني عارف الفكرة دي. فبالتالي حتى النقاد فيهم الكثير اتجه إلى الكتابة يعني الإبداعية باعتبار أني ماذا وراء النقد، يعني مع أن من يؤمن بالنقد ويؤمن بدور النقد يتحول إلى مثقف ومفكر كبير له دور في المجتمع أهم بكتير من أنك تكتب رواية أو تكتب مجموعة قصصية، لأن هؤلاء يخرج يعني دولة منصة تكوين كوادر فكرية عالية جدا اللي هم النقاد، فدولة أصحاب البنية الفكرية اللي ممكن تؤسس لمجتمع عراقي ونهضة ممتدة لسنوات طوال. فهنا ده سؤال النقد لا يواكب الحركة الإبداعية، موجود من زمان الجملة دي. لكن برجع وأكد الأستاذ محمد أني لا مانع من دخول هؤلاء الشباب إلى مجال الكتابة، حتى وإن كتبوا كتابة رديئة في البداية، لأن إحنا شفنا عبر مشوارنا مع الكتابة أن هناك مجموعة من الكتاب يبدأون بطريقة ساذجة جدا، ومع الأيام يتطوروا ومع السنوات يختلف أدائهم ويبدأ وعي جديد عندهم بالكتابة، فيتطوروا ويتحولوا إلى كتاب قادرين. يعني في نوع من ده. أنا بس عاوز أقول في النقطة ديت والله علاء، أنا يعني وحية النعمة ديت، لا أنا كنت متبني موقف ليبرالي لذيذ جدا وجميل جدا ومتسامح، وأقول دع ألف زهرة تتفتح،
اصل انا مش عاوزين يعني ايه عاوز اقول شيء حقيقي مش شعار. كنت متبني فكره دع الف زهره تتفتح افتح جميع النوافذ دع الجميع يجرب وفي النهايه مصفه الزمن وحاجات كده. انا متامل المشهد الابداعي مصريا وعربيا. الحقيقه ان العمله الرديئه حاليا تطرد العمله الجيده وحاليا ال- 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 الرداءه والفجاجه والاستسهال والوقاحة أصبحت نمط سائد وأصبحت المواهب الحقيقية محبطة ومركونة في زو... خلي بالك اللي بيقول الكلام ده إنسان المفروض أنه متحقق. أنا ما عنديش يعني لا عقدة اضطهاد ولا عندي مشكلة مع حد، لكن أنا حقيقي حقيقي على تعامل نص مخصوص لقيت في ال... في الع... لا في العشر السنين الأخيرة ديت الكتابة الرديئة بقت شعار. وبعدين تلاقي أصحابها يتكلمون بوقاحة شديدة. يا رجل أصلا أنا كنت ببقى كاتب قصة قصيرة وأنا لسه عيل في الجامعة أو بعد الجامعة ومرعوب وخايف واروح بقى لناقد أو اروح لكاتب كبير وهموت واقعد أراجع وأعمل كده. حاليا في استسهال وفي اجتراء على فكرة الكتابة والإبداع اللي كنا بنبص له على إنه حاجة مقدسة كاتب وكمبدع. لكن لو أنت جبت الكلام بتاع الأستاذ محمد ده ورجعته زمنيا فلاش باك للخمسينات والستينات هتلاقي أيضا الكتاب الكبار كانوا يقولون هذا الكلام. يعني كان في لجنة الشعر كانوا شاعر صلاح عبد الصبور وشاعر أحمد عبد المعطي حجازي كانوا لا يعترفوا به في لجنة الشعر اللي كانت في مجلس الأداب والفنون أيامها، وكان يحيله رئيس اللجنة إلى لجنة النسر، لم يكن يعترف بموهبة زي صلاح عبد الصبور ويراها العقاد عمل معهم كده فعلا. العقاد عمل فهل هنا صلاح عبد الصبور كان بهذا التصور الذي رآه في العقاد أو كما رأى صلاح عبد المعطي حجازي؟ لا طبعا. فبالتالي الفكره دي فكره يعني اختلف فيها. انا احنا المفروض نختلف، بس انا يمكن في الحته دي انا هبقى مضطر اقول فيها راي. كده كده انا مذيع بيقول رايه طول الوقت ودي حاجه ماساويه جدا لكنها رائعه وعظيمه جدا في نفس ذات الوقت. هو بطبيعه الاحوال طول الوقت في عندنا نظرات مطلقه لها الاحلال الجيلي. انا ضد فكره الاحلال، هو ما هوش احلال. في تطور اجيال بيجرى، حاضر هختم حالا، لكن ما هو برضو محدش هيقدر ينكر ابدا ان هناك سياره رديئه الصنع وسياره عظيمه. نهينا عن الماركه ولا الثمن ولا بلد المنشا لانه ده برضو عباره عن مجموعه من العوامل ادت الى وجود هذه السياره. هي نفس القصه في الروايه او الادب بشكل عام، انه المساله مش انه جيل كيف يرى جيل اخر، لكن احيانا بيوجد في هذا الجيل الاخر فعلا منتج رديء جدا وتتخض انه قاعد عمال المنتج ده بينتشر. وده اللي بيخوفني على اجيال القارئين انه يتعود على الذوق السائد. ده اللي بيخوفني، لكن هتتجدد اللقاءات انا اتمنى ذلك يعني حقيقي مش هزار. يعني عارف لو نعمل هنا كورنر يبقى ده نادي الروايه جوه البرنامج يا ريت. لا نادي القصه. حضر يا عبد العظيم انا مضطر. نادي القصه. انا نادي القصه ونادي الادب. أنا عايز أشكركم جدا 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 الروائي المصري الكبير أستاذ محمد بركة نورتنا، القاص المصري الكبير أستاذ علاء أبو زيد شرفتنا. شكرا. نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا إلى أبعد حد ممكن تتصوروا، والله العظيم أنتوا مش متخيلين. شكرا جدا لحضراتكم. ثواني بيكون موجود معنا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.